هاي أنا جون، إذا بدكم تواصلوا معي على فكرة عغير موجة فيكن تبعتوا لي إيميل عغير موجة @future.com.lv، أما على فيسبوك أكيد www.facebook.com/عالم.الصباح، على تويتر @عالم الصباح. أكيد إذا عندكم فيديو أما غنية مهضومة أما صورة مهضومة تكون تبعتوها فيكن تبعتوها على الأبليكيشن تبع الفيوتشر يور ريبورت. هاديه وضيفتها صاروا حاضرين معنا بالاستوديو لنتعرف اكثر على عن مين هي ضيفتها. بنروح لعندها وعلى الموضه. صباح الخير لكل مشاهدينا، اكيد مع فقره جديده من على الموضه. شو حلقتنا اليوم؟ نعرف كل صبيه من هي وصغيره بتكون عندها حلم الحفل الزفاف، ياما بالتحديد فستان عرسها والعرس اكيد تبعها، بس اكيد ببلش من هي وصغيره. بتبلش في بعض الصبايا بعرفهم بلشوا يقصصوا من العمر الخمس سنين الصور الفساتين الاعراس اللي بدهم اياها، بيرجعوا بيكبروا بيلاقوا لو برنس شارمون وبيتجوزوا وبيعملوا العرس تبعهم، واكيد بيروحوا عند مصممين وكل هدول. بس في بعض الاوقات كمان في كثير اشخاص بيكونوا بدهم يعملوا فستان العرس عند مصممين، بس لكن الميزانية تبعيته ان ما بتسمح لهم، يا اما كمان بالنسبة لهم في منهم بيعتقدوا انه مش معقول انا احط بجي كتير كبير لفستان عرس البسه لليلة واحدة، بس في بعض منهم لا بالعكس بدهم يعملوا عندهم البجي الكبير لليلة الزفاف، بس لكن في بعض منهم لا. امبارح في عملوا اكزيبيشن كتير مميزة الفكرة تبعيتها، وأكيد كل صبية هلأ عم تحضرنا رح تنبسط بالفكرة، وهي عنوان الإكزيبيشن كان Once Worn and Never Worn، يعني الفساتين ملبوسة مرة واحدة وما عاد تنلبست. لكل الصبايا بدهم يعرفوا أكثر، اليوم عنا ضيفتنا رشا حلبي هتخبرنا أكثر عن هالإيفنت وكيف طلعت الفكرة. صباح الخير رشا. نعرف أنت رشا عندك بوتيك ليبل كوين اللي عندك ماركات عالمية كمان موجودة بالبوتيك، بس بالإضافة لهالشي هلأ من فترة طلعتوا بفكرة كتير حلوة وهي تجميع فساتين أعراس لصبايا تجوزوا وعندهم فساتين من عند مصممين كبار مثل إلي صعب زهير مراد وغيرهم من أسماء، وما بدهم بقى يلبسوا للفستان. أنتوا طلعتوا بالفكرة لتأجروا كمان حتى إذا صبي بدهم ينبع كمان، إذا فيك خبرينا عن الفكرة. اوكي، هي اول شيء بلش نحن من زمان كان جاي على بالنا نفوت بالبرايدل، انا وشيكتي كارين زعتري من اول ما بلشنا كان جاي على بالنا نفوت بالبرايدل، بس من سنتين ثقبت انه جوزنا كمان بنفس الوقت وكان عنا اور دريسز اللي هن ديزاينر دريسز وقاعدين بالخزانه وما عارفين شو بدنا نعمل. شو بدكم تعملوا؟ هو الفستان العرسي بياخذ محل كمان اكزاكتلي، يعني كثير بياخذ سبيس، سو قررنا انه اوكي لحتى نفتش على حدا بياخذ هالفساتين. صرنا نشوف ما في حدا بلبنان بياخذ فساتين عن جد انه بتأمني ياخذ الفستان ويعطيه حقه وهيك، سو طلعنا بفكره انه هيك نعمل ايفنت وانس ون از نيفر ورن، بنجيب فساتين اعراس بنعمل اكزيبيشن، كنا عم نفكر توايس اير بنعملها مرتين بالسنه، بيجوا البرايت تو بي وبنقوا فساتينهم، وهول الدريسز ذير وانس ورن يعني ملبوسين مرة وكأنه جديد، يعني ما فيهم دامجز ولا شيء ابدا، وكمان في اوبشن انه they can rent، فيهم يستأجرون. وعادة هول الديزاينرز منهم موجودين للأجار. مظبوط، لا اجمالا نحن هيدي مثلا في كثير من المشاهدين وكثير من الناس بيعرفوا مثلا بيسالوني وين فينا مثلا نستاجر فستان، في بعض منهم في كثير عم في عند بعض المصممين كثير قليل بيلبسوه بيصمموا لهم اياها اول مره، بس البودجيه بيكون كبير. ايه نحن ببودجيه اصغر عم نحكي، نعم. يعني البرايسز عندنا اي من اي اسعار عم تتراوح؟ الرينج بتبلش للرنتل من 2500 وطلوع وللشراء من 3500. وشو هن الشروط رشا لما اول شيء بدي استاجر الفستان؟ قبل بقد ايه بحصل عليه؟ وباي حال مثلا اذا صار في دامجز بحال مثلا ايه مثلا بتشتت الدنيا، يعني لما ببعته عند المنظف بينتزع؟ بتعرفي في كثير اشياء الواحد ما حدا بيعرف شو بصير. نحن اللي بنعمل اول شيء عندنا هلا التو ويكس بتجي البرايد بتحصل الفستان. على فكره بس لارجع اذكر لكل مشاهدين
مشاهدينا الاكزيبيشن وانس وورن اند نيفر وورن. الاكزيبيشن باقيه لمده جمعتين بالصيفي فيلج. بالصيفي فيلج دغري حد ندى دبس. حد جاليري ندى دبس. اوكي سو بتقيس الفستان اذا نقيته بتحط عليه هلا ديبوزيت. اوكي اند ذن قبل العرسه بجمعتين لانه بتعرفي بيكون ضعف الجسم بيتغير او نصحت حسب الستريس. بتجي لعنا على المحل بنرجع بنعمل لها فيتنج اجين وبنعمل التريشن اكوردنج لوزنها وجسمها بوقتها وبتاخده للفستان. هلا اكيد لما تاخذ الفستان بدها تحط ديبوزيت زياده هيدي ان كيس اوف دامجز يعني اذا صار له شيء الفستان. Alright. سو لما ترجعه اذا الفستان ما بشي بنرجع للديبوزيت اذا كان فيه اضرار بنخصمهم منهم. هيدي هي نحن نكون كمان جارانتيد كمان. وتبدا لي مثلا بالنسبه للقياسات هلا اذا مثلا الفستان اجمالا العرس بيكون معمول قسم ميد على على القياس الصبيه العروسي اللي لبسته هيك. هلا اذا مثلا شويه اجت مثلا عروس شوي يمكن وزنها سمين اكثر من هيدا هل في عندي كمان مقاسات كبيره كمان؟ في كل المقاسات لانه في برايدز من كل المقاسات. أوكي. بس كمان الفستان هو نفسه بيتوسع وبيتضيق. وقد ايه مده الاجار مثلا قد ايه بتاخذها مثلا عرس حسبي مثلا بعد قد ايه بدها ترجعه بعد العرس يعني بنعطيها 1 ويك كمان انه تتكون اوكي قبل مثلا اذا رحت على شهر العسل وكل هدول القصص وهيك. ودهلك في شغله كمان كثير بس هلا انه مده جمعتين بس حسبي انا هلا حبيت هيدا الاوفر وهيك بس عرسي بتجون يمكن هلا مثلا انغرمت بالفستان فهمتي كيف؟ عرسي مأخر هلا كيف السيستم؟ انا بينطروا على الاكزيبشن الثاني بنخليه ليه اون هولد بس يمكن حدا ثاني في بده يستاجره بيكون بغير وقت او اي اكيد بس بيكون بوقت اكزاكتلي هذا الفستان بيكون في له ديت للاجار بنخليه عنا نحن وبس لما قبل عرسه بجمعتين تجي لعنا. واذا صار مثلا بعد جمعتين هلا من الاكزيبيشن هل حضلكم عندكم اياهم الفساتين وهيك اما بس لهالمده رح ترجعون لصاحبين؟ رح نعمل فيسبوك مش فيسبوك اكشلي ويب سايت نحط عليه فساتين الاعراس الموجودين and they can call us by appointments ساعتها بتصير. وكم فستان عايز اجمالا هلا اذا انا بدي انزل شوف؟ هلا في تقريبا 60 فستان. واو يس يعني لكل العرايس عم تحضرنا في عندهم 60 فستان يعني كولكشن ما بتخلص ابدا فساتين طويله فساتين قصيره فساتين بدي رجع رجعنا لكل الفترات وهيك. هلا اكيد الشغله اللي كل الاشخاص كمان بيحبوا يسمعوها مين من المصممين؟ اوكي من المصممين اول شيء انا قلتي لي صعب وزهير ايه من اللبنانيه اللي كثير بنحبهم واللي كثير نحن فخورين فيهم اللي صعب في زهير مراد في كريكور جابوتيان اند ذن في من الانترناشونال ديزاينرز في فيرا وانك في اوسكار دي لارنتا في كثير في مونيك لويليه في several designers ريفيني RS كوتور يعني كل المعروفين كثير بمجال الويدنج دريسز موجودين عندنا. اوكي لكن بتمنى لك كل التوفيق وهلا اذا بدنا نعرف اكثر فينا نتصل وننزل على الصيفي من على البوتيك عندكم بالجميزي بالاضافه كمان الاكزيبيشن اللي موجوده بالصيفي لمده اسبوعين. اسبوعين هذا هيك بتنتهي فقره على الموضه لليوم ولكل الاشخاص يلي بيحبوا يعرفوا اكثر عن فساتين الاعراس فيهم يتصلوا فينا نعطيهم تفاصيل اكثر وكمان فيهم ينزلوا على الصيفي فيليج من اليوم لا اسبوعين من 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 اليوم بنقوا الفستان اللي هن بدهم اياه والاوبشنز هن للاجار وكمان للبيع ومثل ما قالت لنا رشا كمان الاسعار بتتراوح بين بتبلش من 2500 وبترجع وبتطلع. لكن رشا سؤال قديش اغلى اجار فستان؟ 25000. اوكي وقديش ارخص فستان بدي اشتريه؟ 2300. اوكي 2300 والشراء بالشراء اغلى واحد 40000. اوكي يعني بيكون هو الدوبل تقريبا الحق رجع. فاذا هيك تنتهي فقره على الموضه ننتقل لعندك رولا لنشوف شو بعد في مخبي لنا عالم الصباح لليوم. ثانك يو هادية وثانك يو كمان لضيفتك. قبل ما نطلع بفاصل اعلاني بدي اقول مسارة بدي اقول لها تحية كمان لها كثير كبيرة بتقول انه اللي بيعجبها او بيلفت لها نظرها بالشاب اول شيء هن سنانه معك حق كمان لازم يكونوا نضاف. علاء الدين شرقاوي بيقول انه لو كل شيء لحظة لو كل شيء بيلفت نظر
بقول انه كل شيء بيلفت نظر فيه هو وما في شيء ناقص والله يزيده اكثر. كثير حلو التواضع الموجود فيك، حبيت. كمان محمد غسان حمدان بيقول انه اللي بيلفت له نظره بالبنت هو الشنطه الساك، وبالشاب هو الساعه. شوفي بهمك كمان شوفي بقلب الشنطه، يعني انه الجمال من جوا ومن برا، جمال داخلي. كمان في ريتا جيو شاريون، ما بعرف اذا مزبوط عم اقول، اهم شيء العيون. معك حق، انا كمان بفضل هيدا الجواب، العيون، لانه بيحكوا لوحدهم. وكمان بتقول انه حلو يكون الشاب حلو من جوا من برا. ان شاء الله تلتقي اذا ما التقيتي بعد بهيدا الشاب يلي عبالك تلاقيه حلو من جوا ومن برا. رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها منكفي مع الشيف شادي ونشوف طبخاته. كمان بتنضم لنا كارلا لنكون بخفيف نضيف. عم نستقبل اتصالتكم مباشره على الهواء.